أهلا وسهلا طلابنا الأعزاء، صف الأول قسم الهندسة الإلكترونية والاتصالات بجامعة النهرين، وياكم دكتورة أمينة محمود بكورس إلكتريكال سيركت 1. محاضرتنا اليوم هي تكملة إلى ما أخذنا بالثيورمز، أخذنا 3 ثيورمز اللي هي كانت سوبر بوزيشن، ثيفنين، نورتن، واليوم محاضرتنا راح تكون على الماكسيمم باور ترانسفير ثيورم. هي هذه الأربع نظريات تكون أهم النظريات اللي موجودة بالدوائر الكهربائية. من اسمها Maximum Power Transfer، يعني مبين من اسمها Maximum Power Transfer، يعني أنه أنا عندي أنقل أكبر قدرة ممكنة إلى الجهة اللي حستهلك بها القدرة. Maximum Power Transfer state the following: A load will receive maximum power from a linear bilateral DC network when its total resistive value is exactly equal to the Thevenin resistance of the network as seen by the load. يعني شو وقت يصير عندي نقل إلى أقصى قدرة إلى اللود، من تكون عندي the resistive value of the load equal Thevenin resistance of the circuit، يعني تتساوى قيمة الريزيستنس مات اللود ويا الثيفنين ريزيستنس للدائرة الباقية. بهالحالة يساوون، يصير عندي أكبر نقل إلى القدرة. فمثلا عندي هذه الدائرة البسيطة اللي هي شنو، هذه قلنا بالمحاضرات السابقة أول نظرية ثاني نظرية أخذناها، قلنا هذه هي ثيفنين اكوفالنت سيركت، وربطناها شنو، رابطيها إلى لود. إيش وقت يصير عندي هنا أقصى نقل إلى القدرة من المصدر إلى اللود إلى الـ RL؟ من تكون عندي الـ RL تساوي الـ RThevenin. إحنا RThevenin إن هذه ثابتة، الـ RLoad هنا أنا عندي متغيرة. إيش وقت يصير عندي أقصى نقل لهذه القيمة المتغيرة للقدرة؟ من تكون الـ RLoad equal الـ RThevenin. بهالحالة من تكون عندي R load equal ل R Thevenin، أقدر من أدها أقول إن إذا كان عندي نورتن أيضا، إذا حولت هاي الدائرة إلى نورتن، إيش حيصير عندي؟ أيضا راح يكون عندي أكثر نقل للقدرة من ال R نورتن equal، من R load equal ل R نورتن. أيضا هذه الحالة إذا كان عندي نورتن equivalent circuit، R load تساوي R نورتن، حيصير عندي maximum power transfer. إذا هي هاي النظرية إنه أنا عندي يصير أكبر نقل للقدرة من تكون الـ R load equal الـ R Thevenin أو الـ R Norton. إحنا اتفقنا إنه الـ R Norton والـ R Thevenin هي نطلعها بنفس الطريقة، فإذا هو متساوين إذا سواء كانت دائرة Thevenin أو دائرة Norton. فلو جينا على هذه الدائرة اللي عندي، التيار اللي حيمر بهذه الدائرة شلون قيمته نحسبها؟ بما انه هي دائرة سيريز، فاقدر اقول انه الـ I equal E Thevenin over R Thevenin زائدا الـ R load. ولو جيت عوضت الباور، الباور شو تساوي لي باللود؟ الـ I square by R load. اعوض بمكان الـ I square، اعوض الـ E Thevenin over R Thevenin plus R load square في R load. من أدى هذه راح أقدر أقول إنه E Thevenin square by R load over R Thevenin plus R load equal square. إذن هذه شو تمثل لي؟ الباور اللي حتنقل عندي إلى اللود، هذا أي قيمة لللود. إذا قلنا هذا الإكزامبل البسيط اللي عندي هذا، وعندي الفولتج هنا أنا الـ E Thevenin تساوي 60 فولت والـ R Thevenin 9 ohm، وعندي الـ R load هنا متغيرة. إيش وقتي جيت هنا الـ R load غيرتها من صفر خلينا نقول إلى 1000، وكل حالة من هذول الحالات راح أحسب الـ I، إيش قد قيمة التيار اللي حتمر، إيش قد قيمة الـ VL، وإيش قد قيمة الـ Power. بهالحالة هذه إذن إحنا VL قلنا من هذا القانون هي تساوي لي E Thevenin square by RL over R Thevenin plus R load square. إذا جيت عوضت بالقوانين وأن أنا قيمة الـ R load أبقيها مجهولة، يعني لأنه أنا أريد أغيرها، أريد أشوف شنو علاقة تغير بالـ R load ويا الـ power ويا الـ current
ويا الفي ال. فاشوف هنا انا راح ابدي اغير عندي هذه التيار الاي ال، شلون راح احسبه؟ راح اقول هو ايفلين اوفر ار ثيفلين بلس الار لود. اذا حتكون علاقه الاي ال ويا الار ال بهالشكل هذا. كذلك عندي الفي ال شنو حتكون؟ الفي ال راح تساوي لي ار ال في اي ال، اي ال هذا 60 اوفر ار ثيفلين بلس ار لود. اذا حتكون علاقه الفي ال ويا الار ال اوفر ار ثيفلين بلس ار لود. هذه لو جيت هنا انا غيرت قيمه الار لود من بوينت واحد الى الف اوم وعوضت بهذول القوانين الثلاثه، يعني احنا صار عندي هذا ايش كم قانون صار عندي؟ هذا وهذا البي ال والاي ال والفي ال. لو جيت هنا انا غيرت قيمه الار ال وكل واحد من هذول القوانين عوضت مقابله البي ال والاي ال والفي ال، طلعت ادخل كل هذول القيم عندي طلعتها بالقوانين حسابات يعني سويت طلعت هذا الجدول. ايش راح اشوف؟ راح اشوف انه الباور لو جيت هنا على الباور اشوف انه قيمه الباور اجيب اول قيمه 4.35، ثاني قيمه 8.51، وهكذا تبدي تزداد. اذا اكو زياده تزداد تزداد الى ان توصل 100 الباور وات. بعد هذه القيمه ايش يصير عندي بالباور؟ ايش يصير عندي بالباور ورا هذه القيمه؟ تشوفوها ناقص، تتناقص. اذا تبدي اول مره تبدي انكريز الى ان توصل هذه القيمه، بعدين وراها ديكريز الى حتى توصل الى الالف. نفس الشيء بالنسبه للاي ال. الاي ال هنا عندي العمليه عكسيه، يبدي اول مره يقل يوصل هنا الى اي ماكسيمم اوفر 2 ويستمر بالنزول. كل ما ازيد الار ال، وشي هذا بديهي لان انا عندي دائره سيريز، كل ما ازيد الار ال دائره السيريز شي يصير عندي؟ راح تبدي الكرنت يقل. الفي ال هنا شي يصير بي؟ بدي اشوف هنا الفي ال يزداد. ليش يزداد؟ لانه اعتيادي، لان هو انا عندي هو عباره عن الفي ال هو عباره عن شنو؟ الاي في الار. فاذا انا زيدت الار معناتها الفولتيه راح تزيد، فاذا باستمرار هي راح تزيد. يبقى عندي اشوف هذه افحصها القيم اللي عندي لو جيت رسمتها. خل اقول رسمت البي ال ويا التغير مالت الار ال، رسمت البي ال يعني هذا اول كولوم ويا ثاني كولوم. ايش راح اشوف؟ راح اشوف تغير عندي بالبدايه من الصفر الى هذه القيمه اللي هي الماكسيمم، يكون تغير سريع. بعدها ايش حيصير عندي التغير؟ دا اشوفه كل ما ازيد بالار ال يتناقص بس بشكل بطيء. اذا يتناقص البي ال لكن بشكل بطيء، بالبداية أول شيء قليل من صفر إلى تسعة، خلينا نقول يبدي قليل، زيادة مات يعني سريعة من الـ RL قيمتها قليلة، أكو عندي زيادة سريعة، من أوصل إلى هذه القيمة يبدي تناقص يكون بطيء. زين فنشوف هذه نقرأها. Not in particular that R, PL is in fact a maximum when RL equal R7. لو جيت أباوع هنا أنا على القيمة اللي طلع لي الماكسيمم هذه، اشوف اسقطها على الاكس اكسس اشوف قيمة الـ RL ايش قد تساوي لي هنا 9 اوم، واللي هي لو ارجع على الدائرة واللي هي نفسها الـ R ثيفلين، فمعناتها من الـ RL تساوي 9 اوم يصير عندي ماكسيمم باور وين؟ على اللود. باور هنا بالرسم من الار ال تساوي لي 9 اوم، احصل على اعظم قيمه وين؟ بالباور. فاذا حققت الشرط اللي هو ار لود ايكول الار ثيفنين واللي هو يساوي لي 9 اوم. زين
هسه نقول الباور كيرف انكريز مور رابيدلي توورد ذا ماكسيمم فاليو ذان اتس ديكريز افتر ذا ماكسيمم بوينت. فاذا هنا التغير سريع وهنا تكون عندي تغير بطيء بالنسبه للباور. A small change in load resistance for levels of R load below R Thevenin will have more dramatic effect on the power delivered than similar change in R load above R Thevenin level. فإذا هنا التغير عندي سريع، كل ما أغير قيمة ال RL بشكل قليل أشوف تغير بالباور يكون عالي. كل ما هنا أغير بعد الماكسيمم أغير الـ RL بشكل كبير الباور عندي متقل بشكل كبير. وجيت رسمت من القوانين اللي طلعناها الـ VL والـ IL ويا الـ RL. هذه الـ RL على الـ X axis وأخذت 2 axes، واحد VL وواحد الـ IL ورسمتهم. احنا قلنا التيار شي يصير عندي، يبدي اول مره من الار تساوي الار لو تساوي صفر التيار راح يكون اعظم قيمه، زين، اللي هو الاي ثيفنين اوفر الار لود واللي هي 6.67 امبير. كل ما ازيد قيمه الار لود شي يصير عندي، تبدي الكرنت يبدي اقل. من يوصل الار لود توصل 9 أوم التيار شقد راح تكون قيمته؟ تكون قيمته I ماكسيموم هذا على 2 نص قيمة الـ I ماكسيموم. هاي بالنسبة للتيار مثل ما قلنا يبدي يتناقص ويا الـ R. أما الفولتج بالعكس تبدي من صفر وتبدي تزايد إلى أن توصل أعظم قيمة. نقطة الـ 9 أوم شقد راح تكون قيمتها؟ تكون قيمتها الـ E Thevenin الفولتية مات المصدر E Thevenin over 2. هذا بالنسبة لل VL ويا ال R load. فمن خلال هذا الشكل نشوف we find that both change non-linearly، يعني اثنيناتهم التغير عندي non-linear. ليش non-linear لو أبغى أرجع على القانون نشوف العلاقة بين ال IL وال RL، هنا تكون نون لينير عكسية، علاقة عكسية ونون لينير. كذلك الـ VL أيضا حتكون نون لينير. Note again that the most dramatic change in VL and IL occurs for level of RL less than R Thevenin. فإذا أشوف بأنه التغير اللي هو منا التغير بالنسبة للـ VL منا إلى هنا أسرع من التغير من الـ VL منا إلى نهاية الكيرف. كذلك عندي الـ VL التغير مالتها يكون أسرع من الماكسيموم إلى I maximum over 2، بعدها راح يبدي التغير يكون أبطأ. فعندي مثلاً بالبوينت as point out on the plot when RL equal R Thevenin ايش حيصير عندي هنا؟ VL راح تساوي لي E Thevenin over 2. فإذا أشوف من عندي ال RL equal R Thevenin هنا ال VL راح تساوي لي E Thevenin over 2. كذلك عندي ال IL هنا بهذه النقطة ايش راح يساوي لي؟ ال I maximum over 2. هاي طبعا هنا مين راح تطلع لي هاي القيم؟ لو جيت اعوض بالقانون راح تطلع لي هذه القيم. فهنا الاي ماكسيمم شو يساوي لي؟ يساوي لي اي ثيفنن اوفر ار ثيفنن. طبعا هنا انا اكو فد غلطه بالرسم، هنا أنا هي ار ثيفنن اوفر الار ثيفنن. فاذا كان عندي اريد اطلع الافشنسي مالت الدائره، الإفشنسي معروف إنه هي تساوي لي الأوتبوت باور على الإنبوت باور. معروف إنه الإفشنسي قد أي شيء قد أي قيم قد أي كومبوننت هي تساوي لي البي أوتبوت على البي إنبوت. البي أوتبوت عندي هي شنو هي؟ البي للود. البي إنبوت هي شنو هي؟ هي البي مالت السورس.
multiplied by 100%. زين هسه أنا أريد أشوف الـ PL هنا، أنا لو جيت أعوض بالقيم مالت الـ PL إيش راح تكون هنا؟ الطور شو تساوي لي؟ منو يجاوبني؟ I square by R, by R. أي I square by R. إذا I L square by R L. بينما الـ P input إيش حتكون؟ شو تكون الـ P input؟ I square L في R total. الـ R total، ليش R total؟ إنه مال 7 ومال مال هاي اللود. اللود. وهي دائرة سيريز، فإذا هي توتال ريزيستنس الثيفنين واللود. الثيفنين واللود. إذا أقدر أقول الإفشنسي شو تساوي لي؟ تساوي إذا الكرنت ينحذف ويا الكرنت هذا أي إل متساوي لأن دائرة سيريز، فأقدر أقول بأنه الإفشنسي بيرسنت شو تساوي لي؟ الآر لود أوفر الآر ثيفنين بلس آر لود. إذا سويت علاقة بالإفشنسي عن طريق بس فرق المقاومات اللي موجودة بالدائرة. فإذا كان عندي الـ R load قيمتها قليلة as compared with R7 معناتها أقدر أقول الـ R7 plus R load شو حتساوي لي؟ حتساوي لي R7. عندما أقول إنه الـ R load قيمتها قليلة كلش مقارنة بالـ R7 فالـ R total هنا شو راح تساوي لي؟ راح تساوي لي الـ R7. من عندها إذا الـ efficiency راح تساوي لي؟ تساوي لي R load over الـ R7، فراح تطلع لي في النسبة اللي هي K by R load. إذا حتعتمد الـ efficiency على فت فاكتور اللي هو K اللي هو 1 over الـ R7. هذه الـ efficiency حتكون متغيرة ويا من؟ راح تكون متغيرة ويا اللود. فإذا ايش حيصير عندي لو جيت رسمت الإفشنسي هذا الإفشنسي ويا الآر لود؟ راح أشوف بأنه الإفشنسي قيمة من عندي قيمة الآر لود تساوي لي 9 أوم، الإفشنسي راح تساوي لي 50%. 50%. بينما إذا أزيد قيمة الـ R load راح أشوف الـ efficiency راح تصعد. زين أنا أشوف هاي بعدين شنو تطبيقها. For situation where the load resistance RL is much larger than R7، إذا كان عندي العملية بالعكس الـ R load أكبر من الـ R7، إيش حصير عندي الـ R7 plus R load راح تساوي لي الـ R load. إحنا نريد نوصل إلى فد نقطة معينة من هذا الكلام. فالإفشنسي بهالحالة إيش راح تساوي لي؟ الـ R load over R load راح تساوي لي 100%. يعني من الـ R load زائد تكون عندي قيمتها عالية، إفشنسي راح تكون عندي قيمتها عالية وتقريباً راح تساوي لي 100%. زين بهالحالة من أني عندي الـ efficiency 100% يصير عندي maximum power transfer لو ما يصير؟ منو يجاوبني؟ إذا عندي الـ efficiency 100% من هذا الشكل اللي قدامكم، إحنا قلنا شو وقت يصير عندي maximum power transfer؟ شو وقت من الـ R load يساوي الـ R7. زين إذا أنا بدي أقول الـ R load هنا أنا أكبر من الـ R7، فأتوقع يصير عندي maximum power transfer لو ما يصير؟ لا ما يصير. ما يصير دكتور. إذا يصير الباور أقل من الـ من الـ إحنا شفنا الكيرف قبل شوية من رسمناه قلنا يبدي يزيد يعني يوصل maximum power وبعدين يرجع يقل. فإذا الماكسيموم باور أدي وين تصير؟ من الـ R7 تساوي R0، R7 تساوي R0، عدا هذه راح تكون عندي الباور ما توصل ماكسيموم إلى اللود. فإذا ما يهمني إنه أنا قد الإفشنسي، الإفشنسي ما أريد أوصلها 100%، مو مهم عندي، مهم عندي إنه الباور توصل لللود تكون أعلى قيمة.
زين. The efficiency therefore increase linearly and dramatically for a small level of R load. فإذا نشوف أنه من هذه القيمة إلى ال 50% زيادة تكون سريعة، بعدها راح تكون عندي الزيادة قليلة إلى أن توصل إلى 100% level. هنا يقول the efficiency criterion is sensitive only to ratio of PL to PS and not to their actual level. فإذا أنا ما يهمني النسبة، يعني ما يهمني ال efficiency، اللي يهمني أنه نسبة النسبة بين ال PL وال PS level. فأشوف بأنه at efficiency level approaching 100% the power delivered to the load may be so small as to to have a little particular value. فإذا ممكن أنه من تكون عندي ال efficiency قيمتها 100%، الباور اللي تنقل لي الى اللود تكون قيمتها قليله، وهذا عندي مو مهم، مو مهم انا عندي الافشنسي ايش قد. فمثلا لو كانت عندي اللود قيمته 1000 اوم، الافشنسي ايش قد راح تكون؟ لو اجي اعوض بالقانون الار لود 1000 والار 799 والار لود 1000، راح تطلع لي الافشنسي 9.11 percent. زين. لكن إذا كانت عندي الـ R load تساوي الـ R Thevenin، إيش قد راح تطلع لي الـ efficiency؟ إذا عوض الـ R load تساوي الـ R Thevenin، راح تطلع لي الـ efficiency تساوي 50%. إذن إيش قد أنا الكفاءة اللي أحصلها بالـ maximum power transfer؟ الكفاءة راح تكون 50%. يعني مو شرط انه اني الفكره انه اني ما اريد احصل على ماكسيمم افشنسي، اريد احصل على ماكسيمم باور ترانسفير. وهذا شو وقت تصير عندي الماكسيمم باور ترانسفير؟ من الافشنسي تساوي 50%. under maximum power transfer condition therefore PL is maximum but DC efficiency is only 50%. That's only half power delivered by the source is getting to the load. فإذا نص الباور اللي قدمها المصدر تروح إلى اللود. زين. Relatively low efficiency of 50% can be tolerated in situation where power level are relatively low, such as in wide variety of electronic systems. شو وقت استخدم اني مو دائما استخدم الماكسيمم باور ترانسفير، عندي دوائر محدده استخدم بها الماكسيمم باور ترانسفير، وهي الدوائر اللي تكون عندي الباور بها قليله، الدوائر اللي بها الالكترونيه اللي بها الباور قليله استخدم نظريه الماكسيمم باور ترانسفير. أما إذا كانت عندي باور عالية مثلاً دوائر الجنريتر، دوائر الترانسفورمر، هذه أحتاج بها إلى efficiency عالية. فإذا however when large power level are involved such as a generation station efficiency of 50% would not be acceptable. فإذا كل نظرية لها تطبيقاتها، يعني ما أجي أطبق هاي النظرية على الباور العالي، هذه النظرية أطبقها على الدوائر اللي بيها باور قليل، يعني دوائر إلكترونيك، دوائر اتصالات، هذه أطبق عليها نظريات الماكسيمم باور ترانسفير. فإذا نقول in fact a great deal of expense and research is dedicated to raising power generating and transmission efficiency a few percentage point. فإذا لازم أني أحصل بالباور باور فاليو مثلا generating transmission لازم تكون عندي efficiency تكون عالية. فإذا أني إذا أردت أزيدها لازم إيش قد تكون قيمتها؟ تكون قيمتها 94% 95%. زين، يعني إذا كان عندي الباور قيمتها بال 0.1 ميجا كيلو وات 100 مليون وات اللي هي، فهذه أنا يعني لازم أحسب حسابي إنه الإفشنسي بالهاي باور لازم تكون عالية.
زين هسه أنا أريد أشوف القانون أحسب من عند الباور ديليفرد بلا ما أحسب التيار. شلون هذا راح يكون؟ عندي أنا التيار دائرة الثيفينين هذه اللي شفناها شو يساوي لي؟ الإي ثيفينين أوفر آر ثيفينين بلس آر لود، وهي راح تساوي مع أنه أنا عندي دائرة الثيفينين، فإذا الآر الآي راح يساوي لي E ثيفينين over 2 R ثيفينين. من إدها راح أقدر أقول إذا عوضت بالباور مات اللود اللي هي I square by R L، أجي أعوض بالآي بهذه القيمة، إيش راح يطلع لي؟ راح أقدر أطلع الباور من علاقة الE ثيفينين بالR ثيفينين. إذن هو بما أن يعني ما لها علاقة باللود، إذا عندي حالة لود حالة ماكسيمم باور ترانسفير أقدر أقول إنه البي ال تساوي لي الإي ثيفينين سكوير باي آر ثيفينين أوفر آر ثيفينين سكوير أوفر فور آر ثيفينين سكوير. إذا هذا قانون الباور، حتى لو مش تعرف قيمة اللود أقدر أقول إنه البي ال تعتمد على الإي ثيفينين والآر ثيفينين. أو بمعنى آخر إنه الـ PL maximum شو يساوي لي بالحالة؟ أعظم قيمة أنقلها هي E Thevenin square over R Thevenin square over R Thevenin، إنه عندي هنا R Thevenin تروح ويا R Thevenin واحدة من نعنى، فيبقى عندي الـ PL maximum equal E Thevenin square over 4 R Thevenin. أما إذا كان عندي Norton equivalent circuit شو حيكون عندي؟ هذا الـ E Thevenin ححولها إلى شنو؟ إلى I Norton by R Norton. فشي يصير I Norton square by R Norton over 4. فإذا القانون ينطبق أيضا على Norton equivalent circuit اثنيناتهم. خلنا نأخذ example بسيط. A DC generator, battery and laboratory supply are connected to a resistive load. عندي هذا الشكل DC generator و battery و laboratory supply. For each determine the value of RL for maximum power transfer. فعندي أول دائرة اللي هي عندي أنا generator وعندي internal resistance إلى 2.5، يريد من عندي قيمة ال RL إذا كان عندي maximum power transfer. هنا العملية واضحة، شو وقت تكون R load؟ شو وقت يصير عندي maximum power transfer؟ إيش قد قيمة الـ RL حتى يصير عندي maximum power transfer؟ من يجاوبني؟ تساوي الـ R ثيفينين اللي هي يعني تصير 2.5 2.5. إذا نعتبر هذه هي مصدر ويا R ثيفينين ويا الـ R load، نقول بأنه الـ R load تسوي نصير عندها قيمتها 2.5 أوم، راح يصير عندي maximum power transfer. بالنسبة لهذه الدائرة إيش قد راح يكون؟ 0.5 ال RL 0.5 ohm. فإذا ال RL equal R ثيفينين واللي هي نفسها ال R internal وتساوي 2.5. بالنسبة للرسم الثاني راح تكون عندي قيمتها 0.5 ohm، وبالنسبة للشكل الثالث اللي هو laboratory ما يهمني إنه هذا عندي متغير، مو مشكلة هذه يعني، بس دي أقول لك laboratory supply يعني متغيرة قيمته. فبما إنه ال internal resistance هي 40 أوم، فإذا الـ R load هنا شو راح تساوي لي؟ 40 أوم. 40 أوم حتى أحصل على maximum power transfer. الفرق الثاني يقول لي determine the R load for 75% efficiency، يعني حتى أوصل إحنا قلنا بال maximum power transfer قد الـ efficiency 50%. هسه ايش يريد؟ يريد قيمة الـ RL من الكفاءة تساوي 75%. ايش استخدم؟ أقول استخدم القانون اللي هو الـ efficiency تساوي الـ P output over الـ P source. وبما أنه أنا efficiency عندي قيمتها أعوض بيها، هنا الـ efficiency راح تساوي لي القانون الثاني اللي اشتقيناه الـ PL over R Thevenin over الـ R plus الـ R load. بما أنه أنا عندي الـ efficiency معلومة والـ R load عندي مجهولة والـ R7 عندي همينة معلومة باعتبار هي واحدة من هذولا،
زين فيبقى لي المجهول الوحيد اللي بدأ بالمعادلة هو الـ R load. فإذا من أدها أقدر أقول إنه الـ R load equal efficiency by R Thevenin over 1 minus efficiency، أو بالقيم اللي موجودة عندي بهذه الدائرة راح تطلع لي الـ R load equal 7.5 ohm. فإذا أنا أحظ بأنه مش وقت تكون عندي كفاءة 75% من الـ R load أكبر من الـ R internal أو الـ R Thevenin. يعني إحنا قلنا لأنه بالاثنين ونص يصير عندي الكفاءة 50، من أصعد بالـ R load أكثر من الاثنين ونص الكفاءة شي يصير بيها تبدي تزيد، لكن الباور اللي راح تكون عندي بالأوتبوت تكون أقل. إذا كان عندي الباتري الدائرة الأخرى أيضا أعوض بالقيمة راح تطلع لي قيمتها 1.5 أوم، يعني هم ألاحظ بأنه 1.5 أوم اللي هي الآر لود أكبر من 0.5 اللي هي تعتبر الآر ثيفينين. كذلك بالنسبة إلى الآر لود بحالة الدائرة الأخيرة أيضا أعوض راح تطلع لي 120 أوم واللي هي أكبر من 40 أوم. فطلاب أكو عندكم سؤال هسه؟ لو أنتقل للموضوع اللي بعده. دكتورة ماكو أسئلة، انتقل الموضوع اللي بعده. ناخذ example ثاني. Analysis of transistor network resulted in reduced configuration of 9.85. عندي هذا الشكل، هو دائرة مصغرة إلى الترانزستور. Determine the RL necessary to transfer maximum power to RL and calculate the power of RL under this condition. فإذا يريد من عندي إيش قد قيمة الـ RL حتى أسوي maximum power transfer. إذا هاي الدائرة هي شو أسميها؟ هذه دائرة أقدر أقول عليها شو نسميها إذا عندي مصدر ويا in parallel إذا ردت أسوي maximum power transfer قلنا شو أسميها الدائرة هذه؟ parallel هي parallel بس احنا ان هسه نورتون equivalent circuit. يعني هذا البلوك بالازرق ايش اسميه راح اقول حتى احصل على maximum power transfer لازم هذا الشيء يكون نورتون equivalent circuit اللي هو عباره عن مصدر current source ويا in parallel ال R source. فاذا هذه راح تعتبر هي ال R نورتون وهذه هي الـ R load. فإذا أجي أطبق عليه الـ R load يساوي الـ R Norton حتى أحصل maximum power transfer. فإذا الـ R load راح تساوي لي الـ R source اللي هي 40 كيلو أوم. أما بالنسبة للـ power مثل ما اشتقيناها بالـ output power حتكون عبارة عن IN square by RN over 4. كذلك إذا ردت أحسبها بالماكسيمم إذا عوضت بالقيم راح تطلع لي أعظم قيمة بعد ما أعوض هي 1 وات. إذا تعويض مباشر للقوانين هي قانونين وسهلة الاشتقاق أنا ما راح أطلبه من عندكم بس مجرد أريد تعرف القانون النهائي وشون إجا والرسم يعني شلون رسم لأنها حسوها تجربة أنتم بالمختبر إن شاء الله. إن شاء الله بالحصة الجاية أنتم باشر عندكم مختبر مو تمام باشر عندكم كورشوف فولتج لو وكورشوف كارنت لو يعني كورشوف لو. المحاضرة اللي بعدها راح تكون الثيفينن والنورتون إكوفيلنت سيركت إذا حطبقوها عملي. الإكزامبل اللي بعد هذا for the network of figure 986 determine the value of R for maximum power to R and calculate the power delivered under this condition. هنا دائرة شوية صارت أكبر إذا ردت أنقل maximum power إلى هذه المقاومة إذا لازم مش أحول لازم أحول هذه الدائرة يعني عدا هذه أحولها إلى Thevenin equivalent circuit. شلون أحولها إلى Thevenin equivalent circuit؟ أستخدم نفس الطريقة اللي استخدمناها بالمحاضرات السابقة. فإذا أول شيء شو أسوي؟
أول شيء أطلع الR7 هذا، أول شيء أرفع هذا الجزء وبعدين أطلع الR7. R7 شو أطلعها إذا كان عندي voltage source أحوله إلى short circuit وأطلع الR7. إيش قد راح تطلع لي الR7 هنا؟ منو يقول لي؟ اثنين دكتورة. شلون اثنين؟ أربعة على ثلاثة. شلون أربعة على ثلاثة؟ هسا قول لي بلا قيام، قول لي شو تسوي؟ منو سيريز منو بارالل؟ ستة أربعتاعش. شو حسبتها أربعتاعش؟ ستة خذيت المقاومة الأولى والمقاومة الثانية توازي. إيش قد تطلع مالتهم؟ تطلع مالتهم ستة. تطلع شلون ستة؟ يا هي الأولى قصدك؟ يعني قول لي R1 R2 R3. R1 و R2. R2 إذا طلعتهم برا لازم شو تطلع قيمتهم؟ إحنا دائما نقول برا لازم شو تطلع قيمتها أصغر من أصغر مقاومة موجودة، تمام؟ يعني لازم أصغر من الثلاثة. شلون أطلع؟ اثنين وبعد يعني هاي بس اثنين والثمانية شنو موقعها؟ إيش حتصير؟ حتكون سيريز. إذا إيش قد تطلع القيمة؟ عشرة. عشرة تطلع عشرة. يعني شنو إراد لكم أنتم معناتها تقرون دوائر السيريز والبارالل كلش هواية. زين فالآر ثري هنا إيش راح تساوي؟ الآر ثري زائد هذول الكومبينيشن مالتهم إن بارالل. يعني إيش قد الكومبينيشن مالتهم؟ الآر ون إن بارالل ويا الآر تو راح تطلع لي اثنين. ويا الثمانية راح تطلع لي 10 أوم. بعدها شو سوي؟ هسه طلعت الـ R7، شو طلع وراها؟ شو أحتاج أطلع؟ امتحانكم الأربعاء بهذا الموضوع ترى، يعني قصدي بالـ Thevenin Equivalent Circuit. مو أبالكم يعني هيك سؤال وتحلوه بس هيك شيء. أعطيكم وقت نص ساعة. دكتور نطلع الباور؟ لا. شلون طلع الباور؟ هسه انا لازم نورتن تطلع الاي. لا هسه انا قلنا شو اسوي حتى اطلع الماكسيمم باور هنا؟ لازم شو اسوي؟ احول هذه الدائره الى ثيفنن اكوفالنت سيركت، تمام؟ الدائره هاي بالاسود احولها الى ثيفنن اكوفالنت سيركت. شلون احول؟ ايش كم خطوه عندي بالثيفنن اكوفالنت سيركت؟ لازم أول مرة أشيل الجزء هذا الأزرق الخارجي، بعدين أحسب الـ R7 حسبناه، بعدين شو أسوي؟ شو أحسب بعدين؟ مو أحسب الـ E7؟ أحسب الـ E7. شلون أحسب الـ E7؟ هي أحسبها الفولتية على الأطراف اللي أنا رفعت من عندها اللود. فإذا الـ E7 شلون أحسبها هنا؟ شو راح تساوي لي؟ راح أجي على الجزء الـ R3، أقول الـ R3 يمر بها تيار لو ما يمر بها تيار؟ ما يمر بها تيار لأن دائرة مفتوحة، هذه الـ R3 ما يمر بها تيار. إذا الفولتية اللي عليها شكيت؟ صفر. إذا أطبق هنا معناته الـ E7 اللي موجودة هنا هي نفسها الـ E7 على منو؟ على الـ R2. شلون اطلع الاي 7؟ شلون اطلع الفولتي على الار 2؟ شو استخدم؟ كل شيء فولت. شنو؟ لا ليش كل شيء فولت؟ شنو عندي اني فولتيه بتتوزع على مقاومتين، هاي الفولتيه هسه كانما هذه هسه ما موجوده، الدائره هاي من هنا ما موجوده، اللي موجود هو مصدر وار 1 وار 2. أنا أريد الفولتية على الـ R2، شلون أطلعهم؟ Voltage divider rule. سبق؟ أي أنا بعدين من أوقات التسجيل بطلع لي أساميكم وأسجلها يمي. زين فمثل ما قالت سبق أنه أستخدم الفولتج divider rule حتى أطلع الفولتية على هذه المقاومة اللي هي حتمثل لي شنو؟ راح تمثل الـ E7N. إذن شوف هنا أنا الـ E7N راح تساوي الـ R2 YE over R2 plus R1 راح تطلع لي
فورورد أطوع القيم أنا الفورورد يعني مو أطلع مثلاً أنا عندي المصدر 12 وتطلع لي هاي 20 يصير لو أنا عندي المصدر 12 وبالحسابات طلعت هاي 20 يصير لو ما يصير ما يصير لازم أقل ليش لازم أقل توزيع فولتيات لازم من المصدر المقاومات يكون أقل المقاومة تأخذ حسب شقد حسب قيمتها إذا ورا ما طلعت الإي ثيفنن إيش أقدر أشيل من عندي بالسؤال بس أنا قلت هو إيش يريد for the network determine the value of R for maximum power and calculate the power زين إذا شقد قيمة الـ R هسه اللي تسبب لي maximum power transfer هي نفسها 10 دكتور زين هسه أريد أطلع الباور إذا أستخدم هذا القانون اللي اشتقيناه اللي هو P ال ماكسيمم شو تساوي لي الاي ثيفنن سكوير تقدر تستخدمه هذا راسا بدون اشتقاق اللي هو الاي ثيفنن سكوير اوفر 4 ار ثيفنن راح يطلع لي قيمه الباور اللي راح توصل لي الى اللود اذا هذا اشتقاق انتم مو مطالبين به مطالب انه تعرف تحفظ هذا القانون اللي هو يطلع لي البي لود بالماكسيمم باور ترانسفير ناخذ هذا الاكزامبل عندي هذه الدائره find the value of r load for maximum power to rl and determine the maximum power اذا نفس الشيء هذه الحاله يريدني عندي اطلع قيمه ال rl اللي تسوي لي maximum power transfer ويريد اطلع ايش قد قيمه الباور فاول مره لازم شو اطلع اول مره لازم اطلع ال r thevenin او ال r norton زين المصدر هذا اشرح حوله الى open circuit واحسب الـ R والvoltage source احوله الى short circuit واحسب الـ R thevenin بين هذول النقطتين ايش حتكون الـ R thevenin هاي دائرة شي يسموها دائرة series series اذا الـ R thevenin راح تساوي R1 plus R2 plus R3 اجمعهم تطلع لي 15 ohm واللي هي نفسها الار لود اذا اريد انقل ماكسيمم باور لها بعدها راح اطلع الاي ثيفنن بما انه انا عندي هنا هذه الدائره مفتوحه اكو تيار عندي مر هنا لو ماكو تيار ما عندي تيار لا ماكو زين اقدر اطبق كيرشوف فولتج لو على هذه اللو ليش اطبق كيرشوف فولتج لو لان انا عندي هنا مصدر اللي هو 68 فولت فإذا حبي أطلع الإي ثيفنن هنا أطبق كيرشوف فولتج لو على هذه اللوب أعتبر إنه الفولتية V1 تساوي صفر والفولتية V3 أيضا تساوي لي صفر وأسوي اللوب اللي عندي راح يصير عندي summation of V equal minus V2 minus E1 plus the E ثيفنن يعني هيك أسوي لوب هنا بلس ماينس لانه انا تيار ايش حيمر بهالاتجاه هذا من يمر اتجاه بالاتجاه هذا هاي حتكون بوزيتيف وهذه راح تكون نيجاتيف اذا طبقت كيرشوف فولتج لو بهالاتجاه ايش راح اشوف اول مره راح اشوف البوزيتيف بعدين النيجاتيف اذا اشارته راح تكون عندي ماينس دي 2 بعدين اجي شفت هنا بوزيتيف نيجاتيف اذا ماينس الاي 1 بعدين افترضت انه هي هاي ماينس بلس فاذا راح تكون عندي بلس الاي ثيفنن ايكوال 0 من عندها راح اطلع الاي ثيفنن راح تطلع لي 128 فولت من طلعت الاي ثيفنن اقدر شو اطلع ايضا من القانون اللي اشتقيناه اقدر اطلع الباور اللي هو الاي ثيفنن سكوير اوفر 4 ار ثيفنن اعوض بيها راح تطلع لي قيمه الباور بالدائره قيمه الباور اللي راح يستهلكها اللود قد ما تكون شو وقت قد ما تكون الـ R Thevenin تساوي الـ R Load تساوي الـ R Thevenin انتبه من أقول PL Maximum يعني هاي أعظم قيمة أقدر أنقلها إلى اللود